مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يد الوفاء تشاهدون فيها. في ندوة تثقيفية، مديرية شهداء كربلاء المقدسة تحث ذوي الشهداء على إقامة دعاوى قضائية ضد أزلام نظام البعث الباد. الطالبة عطور حسين الموسوي تنال شهادة الماجستير في العلوم السياسية عبر قناة مؤسسة الشهداء. مكتب وزارة حقوق الإنسان في ذيقار ينظم معرضاً لصور ضحايا المقابر الجماعية ومقتنياتهم وصور ضحايا الإرهاب. وفد مديرية شهداء الصدر والرصافة يتابع الطلبة من ذوي الشهداء في كلية الإمام الكاظم عليه السلام للعلوم الإسلامية الجامعة. وفي زاوية أخبار مؤسسة الشهداء نتابع: المكتب الاستشاري في الجامعة التكنولوجية ينفذ فحوصات التربة لمشروع المجمع السكني لذوي الشهداء في النجف الأشرف. بدأ المكتب الاستشاري في الجامعة التكنولوجية تنفيذ فحوصات التربة في مشروع المجمع السكني لذوي الشهداء في محافظة النجف الأشرف، وقال مدير مديرية شهداء النجف الأشرف كاظم جاسم في تصريح خاص به برنامج يد الوفاء أن المشروع الذي يتضمن إنشاء أكثر من 500 دار سكنية مخصصة لذوي الشهداء في المحافظة يأتي في إطار حرص مؤسسة الشهداء على توفير السكن اللائق لذوي الشهداء تعويضا عن الحرمان الذي عاشوه في حقبة حكم نظام البعث البائد. باشرت الجامعة التكنولوجية بأخذ تحري التربة لمجمع السكني لمؤسسة الشهداء بمساحة 100 دونم وبناء 522 دار لذوي الشهداء بناء على توجيهات دولة رئيس الوزراء ومعالي رئيس المؤسسة الدكتور عمرو الخزاعي بإيجاد السكن المناسب لذوي الشهداء في محافظة النجف الأشرف، وسوف تباشر الجهات ذات العلاقة ببناء المشروع بعد إجراء اللازم من إجراء لتحري التربة وتم وضع التصاميم الأساسية لهذا المشروع. فتشرفنا بإنجاز تخصيصات هذه الأرض في محافظة النجف الأشرف وتخصيصها لعوائل الشهداء إكراما ووفاء منا لدماء الشهداء الزكية التي روت أرض العراق. وبعد ما أن كانت تعاني الأمرين عوائل الشهداء من تعسف السلطة البائدة النظام البائد، اليوم الحكومة تكرم عوائل الشهداء أفضل تكريم وتخصص ضمن هذا المجمع السكني لذوي الشهداء وأسكانهم، وسوف يتم بناء المشروع بناء أفقيا وحسب أحدث التصاميم التي وضعتها الشركة المختصة. أهلا بكم من جديد. عقدت مديرية شهداء كربلاء المقدسة ندوة تثقيفية حثت فيها ذوي الشهداء على إقامة دعاوى قضائية ضد أزلام نظام البعث البائد لينالوا جزاءهم العادل جزاء بما اقترفته أيديهم من جرائم ضد العراقيين. التفاصيل في التقرير الآتي. عقدت مديرية شهداء كربلاء المقدسة ندوة تثقيفية تحت شعار وفاء لدماء الشهداء نحاكم ونحاسب البعث المجرم، من أجل حث ذوي الشهداء على إقامة دعاوى قضائية ضد أزلام البعث. تقيم مديرية شهداء كربلاء المقدسة ندوة تثقيفية بعنوان وفاء لدماء الشهداء الزكية نحاكم ونحاسب أزلام البعث المقبور.
طبعا أقيمت برعاية مؤسسة الشهداء وبرعاية السيد رئيس مؤسسة الشهداء الدكتور عامر خزاعي، لنحث ذوي الشهداء على إقامة الدعاوي في المحاكم العراقية ضد كل من ارتكب جرما بحق شهدائنا وكل من ارتكب جرما بحق مجتمعنا في تلك الحقبة السوداء. مركز توثيق جرائم البعث في مؤسسة الشهداء أبدى استعداده لتقديم المساعدة اللازمة لتزويد المشتكين من ذوي الشهداء بالوثائق التي تدين نظام البعث البائد وتثبت ارتكاب أزلامه الجرائم المختلفة ضد العراقيين. احنا حاضرين بصراحة لإسعاف الدعاوي، إذا كانت هذه الدعاوي هذه الأدلة اللي هذه الدعاوي موجودة في مؤسسة الشهداء في المركز الوطني لجرائم البعث مستعدين وبصورة على أساس تم الاستعداد لإعطاء هذه الوثائق للدعاوي. إضافة إلى ذلك من الممكن أن نخاطب الجهات التي من الممكن أن تكون في حوزة هذه الوثائق إذا لم تكن هذه الوثائق في مؤسسة الشهداء للاستعانة بها في قوة الدعوة. وحيث أن العراق الجديد دولة تعتمد الإجراءات القانونية في تجريم أو تبرئة أي متهم، فقد دعت مديرية شهداء كربلاء المقدسة المدعين بالحق الشخصي من ذوي الشهداء إلى تقديم شكاواهم إلى المحاكم المتخصصة ليتسنى لها النظر في تلك الشكاوى. سابقا طبعا كانت المحكمة الجنائية المركزية العليا هي التي أخذت على عاتقها إصدار قرارات لإدانة قرارات وأحكام لإدانة أزلام البعث البائد. حاليا طبعا محاكم الجنايات وحسب الاختصاص المكاني لوقوع الجرائم التي ارتكبها البعث هي الجهات المختصة. طبعا هناك دعاوى لكن ليس عن طريق مؤسسة الشهداء. موقف مؤسسة الشهداء من البعث كحزب ومن البعثيين كمجرمين كان وما زال ثابتا، يقوم على رفض عودة البعث والبعثيين إلى الحياة السياسية في العراق الجديد، وهو الموقف نفسه الذي تتبناه مديرية شهداء كربلاء المقدسة. باسم عوائل الشهداء تطالب الحكومة أن تساند ذوي الشهداء بمحاسبة ومحاكمة كل من أراد أو تلطخت أيديه بدماء شهدائنا الأبرار. نحن اليوم نساند عوائل الشهداء، نحن اليوم مع عوائل الشهداء، نحن اليوم مع الحكومة العراقية ضد أزلام نظام. لا نقبل بعودة البعث إلى الحكومة العراقية، لا نقبل بعودة كل من يريد أن يدنس الأرض العراق، لا نقبل بأي ديكتاتورية داخل العراق العظيم. ودعا القائمون على الندوة ذوي الشهداء إلى تقديم ما بحوزتهم من وثائق تدين النظام الدكتاتوري إلى مؤسسة الشهداء ومديرياتها بهدف دعم جهودها في توثيق جرائم البعث من جهة وتجريم أزلامه من جهة أخرى. في كلية العلوم السياسية جامعة النهرين حصلت الطالبة عطور حسين الموسوي على شهادة الماجستير في النظم السياسية والسياسات العامة بتقدير جيد جدا عال، لتنضم إلى كوكبة الطلبة من ذوي الشهداء الذين ينالون شهادات عليا عبر قناة مؤسسة الشهداء. لنتابع هذا التقرير. في إطار الرعاية التي توليها مؤسسة الشهداء إلى طلبة الدراسات العليا من ذوي الشهداء، شهدت كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين مناقشة رسالة الماجستير للطالبة عطور حسين الموسوي عن رسالتها الموسومة الحقوق السياسية في العراق بين عامي 68 و2010. لجنة المناقشة قررت بعد مناقشة امتدت لساعات منح الطالبة شهادة الماجستير في النظم السياسية والسياسات العامة بتقدير جيد جدا عال، وشهدت جلسة المناقشة حضورا من أعلى المستويات في مؤسسة الشهداء دعما للباحثة. اليوم نحضر إلى مناقشة
رسالة من الرسائل التي تعدها إحدى ذوي الشهداء وهي السيدة عطور الموسوي باعتبارها من ذوي الشهداء وباعتبارها سجينة سياسية وعانت ما عانت في الفترة الماضية ولم تستطع من إكمال دراستها العليا بل الجامعية الأولية إلا بعد سقوط الصنم. وتأتي هذه المبادرة من مؤسسة الشهداء بتمكين ذوي الشهداء من القيام بواجباتهم والحصول على الشهادات العليا في مختلف الاختصاصات. اليوم اختصاص العليا كان هو العلوم السياسية ورسالتها المعروفة الحقوق السياسية للفترة من 68 إلى 2010، وتضمنت هي فترة حزب البعث، يعني فترة سيطرة حزب البعث على العراق على مقاليد الأمور في العراق. ناقشت هذه الرسالة بوضوح الفترة التي مرت على في من الفترة من تاريخ العراق خلال فترة هذا الحزب المقبور. طبعا كانت المؤسسة الرائدة في دعم هؤلاء الطلبة وتمكينهم من الحصول على الشهادات الجامعية العليا. الحمد لله اليوم بمختلف الاختصاصات ولا يمر أسبوع أو شهر إلا لدينا مناقشة لإحدى الرسائل وبمختلف العلوم. لجنة المناقشة أشادت بالجهد العلمي الواضح الذي بذلته الباحثة عطور حسين الموسوي لتقدم بحثا رصينا تناول الانتهاكات التي ارتكبتها سلطة البعث البائد في مجال الحقوق السياسية للمواطن العراقي مقارنة بالتحول الكبير الذي حصل بعد سقوط نظام البعث البائد. موضوع الاهتمام ببحث الحقوق السياسية في العراق من فترة 1968 حتى 2010 هو موضوع يخص مرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة تسبق 2003 كانت الحريات فيها معدومة، والحقبة الثانية بعد 2003 تفتحت آفاق لضرورة أن يعرف كل مواطن حقوقه السياسية وعليه أن يطالب بضمانها بالدستور وتنظيمها بالقوانين وممارستها من خلال المؤسسات. هذه الرسالة توجهاتها كانت في هذا الإطار، أي رسالة تخدم العلم والمعرفة من جهة وتخدم المجتمع والحياة السياسية العراقية الجديدة من جهة أخرى. الباحثة وثقت شهادات لعراقيين عاشوا المحنة في حقبة الدكتاتورية وتوصلت إلى حقائق لم يسبقها إليها أحد من الباحثين عن جرائم الدكتاتورية في مجال انتهاك الحقوق السياسية، مسجلة شكرها إلى مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين اللتين كان لهما الفضل في إنجاز بحثها. الرسالة تناولت الحقوق السياسية بالعراق من 68 إلى 2010. كنت أعتقد أنه باعتباري سجينة سياسية وأخت شهداء أنه كل الجرائم اللي كان مرتكبها صدام بحق الشعب العراقي إلي علم بها على اعتباري أيضا أعمل في مؤسسة الشهداء، لكن الحقيقة تبينت أخرى. توجد حقائق يخجل الإنسان من ذكرها، جرائم النظام البائد، ولا يتسع البحث لتضمينها. مررت بأزمة نفسية كبيرة عندما اكتشفت جرائم ما كنت أعرفها عبر كتب وعبر وثائق وعبر شهادات حية. الحمد لله رب العالمين أنه تمكنت من الوصول إلى شهود عيان وتحدثوا لي عن ما يدعم البحث. عندما كنت أذكر مشكلة الكرد الفيليين وجدت الكثير من الشهود الذين ذكروا جرائم ودونتها في البحث. أجد التوفيق الذي حصل له من الله سبحانه وتعالى، وإلا بجهودي وبمشاغل الكثيرة لا يمكن أن أصل إلى ما وصلت إليه. أشكر الله أولا وأشكر كل من دعمني بتشجيع بإسناد بكلمة بمصدر، وأشكر المؤسستين اللتين لهما فضل كبير علي، مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين، هما هويتي التي لن أنفصل عنها إن شاء الله. ومع كل ما تحقق للعراقيين في مجال الحقوق السياسية بعد الخلاص من الدكتاتورية، إلا أن هذه الحقوق ظلت دون مستوى الطموح لضعف أداء مجلس النواب في الجانب التشريعي. لذا ضمنت الباحثة رسالتها للماجستير مقترحات إلى الجهات المعنية من أجل الارتقاء بهذه الحقوق لتتناسب وحجم التضحيات التي قدمها الشهداء.
بالتعاون مع مديرية شهداء ذي قار، نظم مكتب وزارة حقوق الإنسان في المحافظة معرضاً ضم صوراً لضحايا المقابر الجماعية ومقتنياتهم وصوراً لضحايا الإرهاب في خطوة أريد لها أن تكون صرخة بوجه الداعين إلى نسيان الماضي وإعادة البعثيين إلى الحياة السياسية من جديد. المزيد في التقرير الآتي. في العراق الجديد تعمل مؤسسات العدالة الانتقالية كمشروع واحد يكمل بعضه البعض الآخر. وزارة حقوق الإنسان واحدة من أهم مؤسسات العدالة الانتقالية التي تعنى برفع الحيف عن المتضررين من سياسات نظام البعث البائد. وتواصلا مع هذا الدور، نظم مكتب وزارة حقوق الإنسان في محافظة ذي قار معرضا ضم صور شهداء المقابر الجماعية ومقتنياتهم وصور ضحايا الإرهاب. الهدف من إقامة هذا المعرض وفي خاصة في هذه الفترة هو لغرض إبقاء صوت المظلومين من ضحايا النظام المقبور والمقابر الجماعية وضحايا الإرهاب مدويا في أذهان كل السياسيين. يجب أن تبقى هذه الظلامة التي تعرض لها الشعب العراقي من قبل النظام البعثي ومن قبل الإرهاب، الذي هو لا يختلف عن سياسة ونهج حزب البعث، بل هو امتداد لذلك النظام البعث المقبور، قائمة في أذهان السياسيين، لا سيما ونحن نسمع صيحات هذه الأيام تحاول النيل من العمليات العسكرية التي تقوم بها قواتنا العسكرية الباسلة المسلحة ضد داعش الإرهاب. الحكومة المحلية في ذي قار حرصت على المشاركة في المعرض، ليؤكد محافظ ذي قار أهمية إقامة مثل هذه المعارض في التذكير بتضحيات أبناء المحافظة في مواجهة ديكتاتورية البعث وأهمية تلك التضحيات في رسم خارطة العراق الجديد. هذا المعرض وافتتاحيته بهذا المكان من الجامعة بكلية الآداب يوثق مرحلة حقبة ظلماء، حقبة آلام ويعني ظلامات كبيرة جدا. الدماء اللي نشوفها وشهداء اللي سقطوا وعوائلنا ونسائنا وأطفالنا، اللي نشوف الأطفال في المقابر الجماعية، بالتأكيد هذا يوثق هذه الحقبة ويعطي الشباب فرصة لمعرفة تاريخهم ولمعرفة ما منجز اليوم وإمكانيات اللي موجودة اليوم من خلال هذا التصوير وهذا التوثيق. لذا أنا أعتقد مهم جدا توثيق تلك المرحلة، ومهم جدا أيضا أن يعني نعلم ما بأيدينا من إمكانيات ومن يعني فسحة كبيرة من الديمقراطية وأيضا من الممارسات الديمقراطية اللي موجودة في البلد اليوم. مديرية شهداء ذي قار التي كان لها دور متميز في إقامة المعرض شدد ممثلوها على ضرورة تشريع قانون تجريم حزب البعث البائد احتراما لمشاعر ذوي الشهداء. المعرض تضمن لصور المقابر المكتشفة في العراق في كافة محافظات العراق. يتوانى في بالي كلمات انه لحد هذه اللحظة مع الأسف لا البرلمان قرر تجريم البعث ولا المنادات الحقيقية بتجريم البعث. الذي يلاحظ المعرض يلاحظ القرارات الصادرة بحق الإنسان العراقي بتحجيم حرية الإنسان العراقي، كل هذه هي انتهاك، لكن مع الأسف ليس لدينا قانون يجرم البعث. لذلك نطالب من في ذاته حس وطني وفي ذاته ضمير حقيقي أن ينادي بتجريم البعث. ويمثل معرض مكتب وزارة حقوق الإنسان في ذي قار جانبا من جهود الوزارة في فضح جرائم البعث البائد التي ارتكبها ضد العراقيين على مدى أكثر من 3 عقود من الزمن. في إطار المتابعة المستمرة لشؤون الطلبة من ذوي الشهداء، زار وفد من مديرية شهداء الصدر والرصافة كلية الإمام الكاظم عليه السلام للعلوم الإسلامية الجامعة للوقوف على أحوال الطلبة من ذوي الشهداء الذين يواصلون دراستهم في الكلية. لنتابع هذا التقرير.
تواصلا مع الرعاية التي توليها مؤسسة الشهداء إلى طلبة من ذوي الشهداء وحرصا منها على متابعتهم في الجامعات والكليات التي يواصلون الدراسة فيها، زار وفد من مديرية شهداء الصدر والرصافة كلية الإمام الكاظم عليه السلام للعلوم الإسلامية الجامعة التي تضم بين طلبتها عددا من ذوي الشهداء بهدف الاطلاع على مستواهم العلمي وما تخصهم به الكلية من اهتمام من وعناية. الشعبة الاجتماعية قامت بزيارة كلية الإمام الكاظم عليه السلام بتفقد طلابها طلاب ذوي الشهداء، واللقاء مع الأساتذة ورؤساء الأقسام شاكرين تعاونهم المستمر وخدمة طلاب ذوي الشهداء من رئاسة الكلية إلى أصغر أستاذ بيها. طبعا إحنا نشكر هذا الشيء، وإن شاء الله إحنا بتواصل لدعم الطلاب ذوي الشهداء وتقديم كل المساعدات لهم. الملاك التدريسي في كلية الإمام الكاظم عليه السلام للعلوم الإسلامية الجامعة أكد الحرص على إيلاء طلبة من ذوي الشهداء اهتماما خاصا تعويضا عن الحرمان الذي عاشوه في مجال الدراسة الجامعية في حقبة الدكتاتورية، مشيدا بالرعاية التي تحيط بها مؤسسة الشهداء هؤلاء الطلبة. كلية الإمام الكاظم عليه السلام من الكليات التي فتحت أبوابها بمصراعيها أمام هذه الشريحة المهمة ومن أبناء الشهداء، وحقيقة يعني محاولة منها للتعاون مع هذه الشريحة في إطار مواصلة العلم. ومثل ما تعرفون أن هذه الشريحة لاقت من الظلم والبعد عن الحياة العلمية وعن إكمال الدراسة لكثير من أبناء الشهداء، وحقيقة تعتبر هذه الكلية من الكليات التي أفسحت المجال لهذه الشريحة للتواصل مع أبناء ذوي الشهداء في كمال مسيرتهم العلمية وكمال والحصول على الشهادات وكمال الدراسات العليا. وحقيقة هنالك تعاون ما بين كلية الإمام الكاظم عليه السلام ومؤسسة الشهداء في قضية الأقساط بالنسبة لأبناء ذوي الشهداء، قضية التنسيق ما بين المؤسسة وما بين الكلية فيما يتعلق بإعفائهم من هذه الأقساط ودراسة مجانا في الكلية. نعم، قامت مؤسسة الشهداء فرع الرصافة بزيارة إلى كلية الإمام الكاظم عليه السلام لتفقد طلبة من ذوي الشهداء ومعرفة مستواهم العلمي وطموحاتهم، وبالتالي يعني اللقاء كان مثمر جدا من ناحية أنه أخذ المعلومات عن طلبة ذوي الشهداء من الأساتذة ومن رؤساء الأقسام. بالنسبة يعني أن كتدريسين ورؤساء أقسام بالتأكيد أنه إحنا في داخلنا نخلي أولوية لطلبة الشهداء باعتبارهم من العوائل التي ضحت وناضلت من أجل وحدة العراق ومن أجل حرية العراق اللي نعيشها بهذه السنين. من ناحية كلية الإمام الكاظم طبعا تقدم الدعم المعنوي والدعم المالي للطلبة من ذوي الشهداء، فبالتالي يعني إحنا يعني نطمح و نأخذ بأيدي هؤلاء الطلبة لكي يتوصلوا إلى المراتب العلمية التي حرموا منها في السنوات الماضية وحرموا منها عوائلهم. طلبة كلية الإمام الكاظم عليه السلام للعلوم الإسلامية الجامعة من ذوي الشهداء ثمنوا جهود مؤسسة الشهداء في تقديم كل ما من شأنه إعانتهم على مواصلة دراستهم الجامعية، مثمنين جهود عمادة الكلية وملاكها التدريسي في إنجاح مشروع المؤسسة في الارتقاء بالمستوى العلمي لهم. بداية الأمر نشكر مؤسسة الشهداء على الجهود اللي تقدمها لرعاية ذوي الشهداء هذه الشريحة المظلومة، ونشكر كلية الإمام الكاظم للعلوم الإسلامية على ونشكر الأساتذة ابتداء من الكادر الجامعة، ابتداء من عميد الجامعة ومسؤولي الأقسام وأساتذة كلية الإمام الكاظم على تعاونهم وعلى روح المبادرة الطيبة اللي يقدموها لذوي الشهداء
وعلى مساعدات طبعا اللي تقدم لذوي الشهداء، هذه الشريحه اللي عانت ما عانت وسابق يعني بالسابق، وما كانت تلقي اي اهتمام من قبل النظام البائد. اما حاليا فالحمد لله والشكر احنا يعني دا نشوف اللي دا يتعاون ويانا، ولمسات من الحنان دا يعني تقدم لهذه الشريحه المظلومه يعني من كل الكوادر اللي موجوده بالجامعه. وإذا تواصل مؤسسة الشهداء دعمها الطلبة من ذوي الشهداء، فإنما لتؤكد حرصها على تعويضهم عن الحرمان من حق التعلم في حقبة حكم نظام البعث البائد. مشاهدينا الكرام، بهذا تنتهي حلقة اليوم من برنامج يد الوفاء. راسلونا على البريد الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة حتى نلتقيكم في حلقة جديدة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.